السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم إيه الجديد. في بداية البرنامج زي ما احنا عارفين لازم أرحب بزميلتي الدكتورة رحين، كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب يا محمود، أخبارك إيه؟ تمام تمام الحمد لله. رمضان كويس السنة دي إن شاء الله، وهيبقى كويس خير بإذن يعني الله. إن شاء الله هنعدي المرحلة بتاعت كورونا وأزمة كورونا دي خالص بإذن الله. أكيد إن شاء الله خير خير. تمام، عايز نتكلم بس الأول كده دكتورة، عندي حاجة مهمة جدا. يعني في إشاعة طلعت من حوالي يومين ان وزير الاوقاف بيقول محدش يشغل الاذان قبل المغرب ولا قبل الفجر. القران بتاع الفطار بتاع رمضان بيبقى المغرب وبيبقى الفجر. فالاوقاف امبارح طلعت بيان رسمي لا مانع من اذاعه القران الكريم في المساجد قبل المغرب والفجر. يعني بص، يعني احنا الحمد لله احنا في دوله بنحاول بقدر الامكان نقتل كل الاشاعات اللي بتطلع يا دكتور. تمام اكيد. الخبر الثاني اللي مع حضرتك يا دكتوره؟ الخبر الثاني هو المساعدات المصريه المتجهه الى امريكا او الى الشعب الامريكي. دي يعتبر سابق. طبعا اول مره تحصل من زمان. اكيد من زمان، هي ما حصلتش اصلا. لا احنا يعني يا زي ما حضرتك بتقولي ما حصلتش خالص. هي ما حصلتش خالص طبعا، هو في عهد السيد الرئيس هي اول مره تحصل، وده ان ده اللي يدل على ان مصر فعلا رجع بقوه ورجع بازدهار قوي جدا، وكل الشكر والتقدير للقياده السياسيه في البلد وللرئيس على المجهود العظيم اللي بيعملوه تجاه الاشقاء العرب او تجاه دول الغرب في المساعدات الانسانيه اللي بتوصل لهم بكل حب وتقدير. وفي يعني حاجه بس عايزه الفت نظركم ليها في الموضوع ده. اتفضل يا دكتور. اللي مكتوب على الـ على الـ على المساعدات مش مكتوب من القياده السياسيه او من جمهوريه مصر العربيه، لا مكتوب من الشعب المصري الى الشعب الامريكي. وده فخر لينا كلنا لما يتكتب من الشعب المصري الى الشعب الامريكي. يعني مفروض انت ترفع راسك لفوق وتقول انا مصري بكل فخر بجد، لان انت حطيت اسم مصر على مساعدات انسانيه تكاد تكون مصر هي الاولى في العالم كله. أيوه. اللي قدمت اليد المساعده لايطاليا وبريطانيا وامريكا والصين ولبنان وسوريا، ولسه مصر فيها خير كتير. أيوة مصر فيها خير كتير ان شاء الله. تأتي ان شاء الله. عندي حاجه تانية احنا هنتكلم فيها، كان امبارح ذكرى عيد تحرير سينا. طبعا. فانت قبل الهوا بتقولي ان عندي كلام كتير عايز اقول. والله كان في كلام كتير قوي. بس هو الكلام اختزل كله في كلمتين. اتفضلي. اولا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل ام شهيد طيبه وبخير، وبقول لك يا امي انت في قلوبنا وفوق راسنا، محدش فينا ابدا ينكر فضلك وتضحياتك علينا. سينا ارض الفيروز وارض الابطال من الاف السنين، وهي بيراق دماء، اطهر دماء وازكى دماء مصريه على ارضها. تحرير سينا مش بس بالسلاح، تحرير سينا كان كمان بالسلام. اخذنا حقنا، ومتهيألي اللي هيجي على حقنا هناخده من عينيه ان شاء الله باذن الله. الشعب ده شعب جميل وشعب فدائي بطبعه، وما بيحبش حد ياخد حاجه ملكه. الحاجه الثانيه بقى اللي انا عن نفسي انا حابب اتكلم فيها جدا النهارده، مسلسل الاختيار. هتكلم هقول كلمتين هم جوايا لازم اقولهم بصراحه. قول يا محمود. يعني حتى الاعلى الاعلام مسلسل الاختيار حقق اعلى نسبه مشاهده ونحتاج مسلسلات مثله. شوف بقى هنشوف امير قرار قال ايه. امير قرار اليوم السابع، الاختيار شوكه في ظهر الارهابيين واعضاء مصر. جمله يعني جمله جميله جدا. أكيد. الشهيد المنسي كان قائدا تهتز له الارض من شجاعته وقوته، عندما تدربت في الجبال اكتشفت اننا عايشين في البطاطا. يعني حتى المثل اما هو اتدرب راح خد الفرقه بتاعت الصاعقه اتدرب على الصاعقه وكلام من ده، بيقول لك احنا اكتشفنا ان احنا عايشين في البطاطا. ايوه بيعيشوا تحت اقصى ظروف صعبه جدا ما يتحملهاش بشر فعلا. ايوه. فانت كلمينا بصوره يعني اوضح بقى انت عايز تقولي ايه. بص يا محمود، اولا يعني كل التقدير والاحترام لكل شهيد، ومش معنى ان الشهيد مسمى او المسلسل تحت مسمى الاختيار بيلقي الضوء على مجموعه معينه من الشهداء، وهم شهداء البرص وشهداء رفح طبعا الاولى الله يرحمهم اجمعين،
بس أنا بقول لأ، هو بيلقي الضوء على كل شهيد في مصر، لأن الدم واحد، دمي ودمك ودم الشهيد، كلنا دمنا واحد، فهو بيلقي الضوء على كل شهداء مصر وكل أمهات الشهداء بلا استثناء. يعني معظمهم كلموني وأشادوا بالعمل الجميل دوت وأيدوه، بس في جزئية أنا حابة أتكلم فيها، اتفضلي مش عن دكتور. العمل ومش عن المرحوم منسي، لأن لو هتكلم عن المرحوم منسي احنا مش مش هنوفيه حقه. هيكفيني يعني حلقات. يعني في جزء كده هم طبعا لجان الإرهابية واخدينه وعاملين عليه هليلة وزيطة كده، فأنا حابة أرد عليهم بكلامهم هم مش بكلامنا احنا. هم بيقولوا إن جزئية الأخت اللي هي المنقبة أو المنتقبة، يعني دي اللي بتقول في المسلسل أخت عشماوي في المسلسل، تعتبر اللي بتقول إن هم هيقتصوا من المصريين واحد واحد، هم معترضين على الفكرة دي، وبيقول لك آه أنتوا بتشوهوا صورة الإسلام. مين اللي بيشوه حضرتك؟ بس أنا يعني عايزة حد كده يفهمني، مين مين؟ إحنا اللي طلعنا على منصة رابعة وقلنا سوف نسحقكم، مش ده اللي أنتوا اللي قلتوه؟ إحنا اللي طلعنا على شاشات التلفزيون لجهة معينة معادية لمصر وقلنا سوف يتوقف ما يحدث في سيناء في التو واللحظة لو رجع الرئيس عبد الفتاح السيسي كل شيء لما كان سابقا. يرجع ايه حضرتك؟ هو طبق محشي احنا واخدينه منكم وهنرجعه لكم، دي مصر ومصر ملك للمصريين. انا مش عارفة انتوا مين بقى، انتوا حد تاني، فروحوا دوروا على حاجة تانية بعيد عننا. انتوا ما ليكم وطن ولا دين عشان تدافعوا عنه، ده حاجة. الحاجة التانية، الأخت المنتقبة برضو اللي طلعت في رابعة على المنصة برضو وطلعت في رابعة وقالت إنه هيولعوا كل الكنائس أو هيولعوا في الإخوة الأقباط، مش أنتوا اللي قلتوا كده ولا إحنا اللي قلنا كده؟ غيره وغيره 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 وغيره. لو عايزين إلى هنا من هنا لبكرة أقعد أقول لكم أنتوا قلتوا إيه. والتاني اللي طالع على شاشات التلفزيون وبيحرض على الضباط، مين اللي بيقول؟ إحنا اللي بنقول ولا أنتم؟ مين اللي بيدافع عن الدين دلوقتي؟ هو أنا كوني بقول إن في مثلا يعني مهندس مرتشي وبسلط الضوء على حالته يبقى كل المهندسين مرتشين؟ لا طبعا، لا طبعا. فأرجوكم بلاش لعب العيال اللي انتوا بتلعبوه دوت والتفاهة اللي انتوا بقيتوا فيها، لأن انتم بقيتم منبوذين من الشعب المصري. هم اتعروا يا دكتورة، خلاص هم منبوذين بالفعل يا قدام محمود، قدام العالم كله. يعني هم مش لاقيين حاجة يتكلموا فيها خالص، لأنه لا طبعا. صراحة بجد 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 المسلسل وجعهم قوي ولسه هيوجعهم ولسه هيوجعهم وبصراحة أنا مبسوطة جدا من اللي بيحصل ده، ولسه إن شاء الله هيوجعهم أكتر وأكتر. مسلسلات وأفلام إن شاء الله تحكي عن أمجاد الشهداء أكيد في الجيش المصري والشرطة والداخلية. بجد أنا في قمة يا السعادة. محمود إن أنت توثق. أنا عايز أوصلك في نقطة، إن أنا بتفرج عليه في ميعاده وبستنى الإعادة عشان أتفرج عليها تاني. بص يا محمود، أي شيء في الدنيا من غير التوثيق فهو ماليش مسياره للزوال. هينتزع. ليه بقى؟ لان احنا بشر. النهارده في مجموعه عايشه فاكره الحاضر بس هتموت بكره، والحاضر ده هيتنسي معاها. فكونك توثق اجرامهم، تمام، كونك توثق حبهم الشديد للدم، كونك توثق ان هم انا مش عايزه اقول كفره، هم اعلى من الكفره شويه، كونك توثق ده في عمل وثائقي مصري بممثلين دكتور. مصريين ومخرجين مصريين، يا دكتور ده فده دم شيء المسلم ازعجهم. يا دكتوره، دم المسلم على المسلم حرام. مش دم المسلم بس يا محمود، انتوا بتتكلموا بالدين. يا محمود يا محمود، ربنا لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ما خصش هنا يا جماعه في الايه احياء النفس المؤمنه، قال لك احياها، سابها مطلقه ومعممه. انت مالك، انت مالك بيه؟ هو مش ربنا حكمها وقال لكم دينكم ولي دين؟ انت مالك؟ اخرج بقى وسيبوا الناس تعيش في حالها، يعني عيشوا وسيب الناس تعيش بامان. طيب. الحاجه الثانيه انا عايز اتكلم فيها على السوشيال ميديا، من حوالي يعني 12 13 ساعه، يعني حدود دي كده، شفت حد يعني ايه، هو زميل او هي زميله، منزله صور فيديو بتاع اسكندريه محرم بيه، وبتقول الفيديو ده دلوقتي ومش دلوقتي. فانا دخلت بمنتهى الادب والاحترام قلت كلمتين، قلت لهم يا جماعه الفيديو ده من زمان، من 2017 او 2016 حاجه زي كده، وهم بيحتفلوا بيه كل سنه في محرم بيه على ما اظن. فقالت لي يعني كانت شاكره بصراحه،
قالت لي فعلا انا تيقنت من الخبر وانا اسفه جدا، انا احترمتها لسبب، لان هي عرفت الحقيقه وبدات تصلح. احنا هنا في مصر كده، احنا عايزين كده، ما بنمشيش ورا الاشاعات. احنا شفنا حاجه يا دكتوره قدامنا غلط، احنا نقول ده كذا. اكيد لازم تقتنع بالحاجه زي دي. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها بقى الكورونا، اللي هي حديث العصر. الاحصائيه بس، الاحصائيه بتاعت كورونا، احنا عايزين احصائيه يوم 24. وبعدين من فضلكم الموضوع بقى خطر. في نسب شفاء عاليه، وفي ناس بتخرج بتروح بيوتها بالسلامه، وفي حاجات جميله بتحصل، بس الموضوع ارجوكم التزم بيتك بجد ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، عام قريب، مش هنقول بعيد قوي، ان شاء الله في وقت قصير جدا كلنا نخرج للحياه اللي احنا تعودنا عليها، والحياه تبقى احسن وترجع كالعاده، بس ده بايديكم انتم طبعا. لازم تستقروا في اماكنكم وتثبتوا وتبقوا قد المسؤوليه، يعني احنا كلنا في موقف صعب، فيا ريت كلنا نبقى قد المسؤوليه وما تنزلش من بيتك الا للضروره. لو في مكالمه تليفونيه يا جماعه جاهزه يا ريت. اوكي، لو حد عايز يعمل مدخله مفيش مشكله. تقرير وزاره الصحه في زي يومنا بعد اذن حضرتك. اول حاجه الحالات اللي احنا عندنا الجديده اللي هي يوم 24 ابريل يا دكتور 201 حاله. 201 حاله. الحالات التي تحولت نتائجها من تحليلها من ايجابيه الى سلبيه 1417 حاله. حالات الوفيات الجديده 7. نخش الاجمالي اعداد الوفيات 294، اما حالات الشفاء اللي خرجت خالص من المستشفيات 1075. والاعداد دي ما نستهونش بيها ونقول ايه ده 7 وفيات عدد قليل جدا والكلام ده. لا طبعا. بالنسبه وتناسب كده يا جماعه الموضوع خطر خطر. اما اجمالي عموما عدد المصابين يوم 24 ابريل 2020 كان 4092. تمام. نيجي نشوف يوم 25 يا دكتوره اللي هو يوم السبت اللي هو امبارح. الحالات الجديده 227. هي الحالات بدات تزيد، يعني زي ما انا بقول لحضرتك الموضوع يا استاذ محمود بتتفاوت بين دي وبين دي. الموضوع هم متخيلين ان حاجه سهله والموضوع لا، الموضوع خطر وبتزيد. الحالات التي تم تحولها من ايجابيه الى سلبيه 1450. تمام. اما حالات الوفيات الجديده 13. اجمالي عدد الوفيات 307. اما حالات الشفاء الكامل الخروج يعني حتى الان 1114. اجمالي عدد المصابين يوم 25 ابريل 2020 4319. اجمالي الوفيات يا دكتوره 307. شفتوا يعني بقى احنا بنطلع في الوفيات وبنطلع في الحالات الجديده. فاحنا عايزين نقول هنا كلمتين كده كويسين من مكاننا ده. احنا في شهر رمضان الكريم ثالث يوم النهارده. في حد برضه دكتوره اتكلم على البيج عندي وعند حضرتك وعند سوزي الشيخ، انتوا بتاخدوا ملايين، انتوا ما انتوش حاسين بحد، انتوا احنا بناخد ملايين ازاي؟ اقعد انت في بيتك. يعني هو بيوجه رساله، انتوا طالعين ليه؟ اقعدوا انتوا في بيوتكم. احنا طالعين ليه؟ طالعين عشانكم برضو، طالعين عشان نوعيك، طالعين عشانكم انتم، مش طالعين عشاننا احنا. وخد احنا لو علينا عايزين نقعد في البيت فعلا، وخد بالك يا دكتوره في نقطه ثانيه، يعني يا ريت اداب الحوار. لا خالص، يعني انا الالفاظ دي انا ما ينفعش ان اقول على الهواء اصلا، بس انا بقول لك يعني كل واحد على كل تربيته، كل اناء بينضح بما فيه. وانا واثق، انا واثق ان هم حاجه تانية خالص يعني. اكيد يعني، لان هو اللي يحارب بالطريقه دي اللي يتكلم بالطريقه دي، لا انت 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 موجه بقى، انت ما فيش غير كده، ان انت تشتمنا وي وي وتاخدوا ملايين، انتوا مش حاسين بحد، انتوا قاعدين في التكليفات، الايدي العامله اللي مش لاقيه تاكل. مين قال لك الكلام ده؟ في ناس كتير صرفت ال 500 جنيه، وفي ناس تانية لسه بتصرف، وناس تانية لسه بتعمل ورق. الدولة ما بتسيبش ولادها أبدا، الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيسيبش حد. ولا أنت إيه رأيك يا دكتور؟ أكيد طبعا، أنا شفت بنفسي يعني عاملين لهم قدام المقرات للصرف المنحة اللي هي ال 500 جنيه. استأذنك بقى، أحمد من البحيرة. أهلا أستاذ أحمد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمود ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه يا فندم، وانت بالصحه يا دكتور رحيل. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ اخبارك؟ والله في نعمه يا فندم، ربنا يبارك في سعادتك، ربنا يبارك دايما يا رب. كل سنه وحضراتكم طيبين، واسره البرنامج كلها بخير وصحه وسلامه يا فندم. حضرتك طيب يا فندم، ما انا عايزك تقول لنا كده كورونا، وانت حضرتك بتنزل شغلك ازاي؟ وترجع ازاي؟ احنا في نعمه يا باشا، احنا الاحتياطات اللي انت بتاخدها. مصرنا في نعمه يا باشا. الحمد لله.
اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، يكملها على خير يا رب ويديها من الغمه دي يا رب. اللهم امين يا رب. يعني انت رب. يعني انت دلوقتي بتاخد احتياطاتك كامله، بتاخد بتلبس الجلافز، بتلبس الكمامه، بتاخد الكحول معاك عشان تروح شغلك، ولا بتعمل ايه؟ بتتعامل ازاي؟ لازمني على طول، ده شيء اكيد مفيش فيه كلام يعني، ده اكيد طبعا حضرتك، ده اكيد تمام. كل سنه وحضراتكم طيبين. طيب انا هقول لك حاجه يا احمد قبل ما تقفل، معلش. تحب تقول ايه؟ تحب تقول ايه لكل الشعب المصري في رمضان؟ احب اقول للشعب المصري كل سنه وانتم طيبين، والامه الاسلاميه كلها بخير، بقدوم شهر رمضان العظيم علينا، ويا رب يا رب يرفع عننا الغمه يا رب، ويشفي كل مرضانا يا رب. اللهم امين. وتحيه عظيمه لقائدنا الانسان العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة على المجهود المبذول اللي هم بيعملوه، فعلا فعلا مجهود كبير يعملوه لنا. الدكتور مصطفى مدبولي برضه رئيس الوزراء عليه مجهود كبير بصراحة، وزارة الداخلية برضه عليها مجهود كبير. طبعا يا فندم، طبعا طبعا يا فندم طبعا. بنقول لكل شعب، كل شعب مصر كل سنة واحنا طيبين، والأمة الإسلامية وبنهمي شعبنا العظيم بتحرير الوطن وتحرير سيناء. تمام. أرض الكنانة يا فندم. نشكر سيادة الرئيس الإنسان العظيم، المجهود الجبار اللي هو نفذه على ارض الواقع في سينا لاعمار سينا يا فندم، وبصراحه وشهدائنا اللي قدمتهم البلد في سينا من قبل كده ايام الحرب ومن بعد كده في التحرير وفي الفتره الحاليه يا فندم. وطبعا مش هننسى بقى طبعا نتكلم عن الانسان العظيم الشهيد الله يرحمه القائد احمد منسي الله يرحمه، ونشكر اسرته الله يرحمه على ان هم وافقوا يعني يورونا العمل. كان عليهم دور كبير، كان عليهم عامل كبير في المسلسل. يا فندم، يا فندم لازم يدرس، لازم يدرس لابنائنا يا فندم، العمل ده لازم يدرس في المدارس، مش كفايه بس في التلفزيون، لا مش كفايه انه يطلع بيه مسلسل ويذاع، لا لا يا فندم، لازم يا فندم يدرس. كل المجهود العظيم اللي بيقوم بيه كل حد عظيم في الدوله ديت لازم يكون معروف، يكون رؤيه للناس كلها يا رب. والله يا استاذ احمد انا بشكرك جدا على المداخله الجميله ديت، وسعيد جدا ان انت كنت معانا النهارده يعني بتفرج علينا يعني. دكتوره رحيل انا حاسس انت عايز تقولي حاجه. طبعا. فقولي. في انا عارف. لا في تهنئه ضروري لازم توصل لناسها في دمياط. اتفضلي. انا شاكره انا عارف ان انت اهلك من دمياط. في بعض من اهلي هناك. تمام. خالي جلال شبانه طبعا بشكره جدا على التعب اللي تعبه معايا وانا في دمياط، وبشكرك يا دينا، بشكرك يا نجلاء، وخلي بالك من الاولاد يا نجلاء. وربنا يخليكم يا رب، وكل سنه وانتم كلكم بخير وسلام يا رب، واشوفكم دايما احسن ناس في الدنيا ان شاء الله باذن الله. وتهنئه الى يعني كل حد، كل فرد مصري بمناسبه طبعا رمضان، لان انا نسيت طبعا اهنئكم في الاول بيه، وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم بخير، وان شاء الله تعيدوا ونصلي العيد وهنعيد وننزل من بيوتنا ان شاء الله باذن الله بسلام، وان شاء الله يبقى الفرحه فرحتين، فرحه عيد الفطر وفرحه ان شاء الله انتهاء كورونا ان شاء الله باذن الله. دكتوره انا طبعا قبل ما اختم وقبل ما اقول اي حاجه، انا شرف ليا طبعا ان انا اشتغلت مع الدكتوره رحيل دي النهارده ان شاء الله. هيكون احنا هنريح باذن الله في رمضان، وان شاء الله بعد العيد باذن الله هنبدا نرجع تاني برنامجنا السيزون الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. لسه ما احناش عارفين هل احنا هنغير الميعاد ولا هنطلع ولا هنعمل، مش عارفين هنعمل ايه لسه، بس انا سعيد جدا ان انا كان ليا الشرف ان انا كنت مع حضرتك دكتور رحيل. والله وانا اكتر يا محمود، وسعيده جدا بتواجدي في القناه الجميله، والكاست كله بتاع العمل ناس محترمين وافاضل جدا جدا جدا، وانا بشكرهم من كل قلبي ان هم استحملوني، وبشكر محمود ان هو استحملني لان انا كنت بقطع عليه باستمرار صراحه، فانا بعترف صراحه ان انا غلست عليه. لا لا طبعا، معلش يا محمود بقى، لا انت لا عارف لا لا انا ما بعرفش اسكت. لا 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 يا دكتوره انا يزيدني شرف طبعا. ربنا يخليك. انا كنت متواجد معاكي طبعا. قبل ما اختم طبعا انتوا عارفين الكلام، بس لازم اشكر جروب العمل كله او الكاست كله طبعا، على راسهم الاول الاستاذه يمنى جمال المخرجه اللي بتعاني معايا بصراحه. محمود اصبر، محمود يلا الوقت يا محمود، بجد انا بحترمها جدا على المستوى الشخصي، اختي ليا بجد وسند فعلا، انا عارف انا بقول ايه، سند فعلا. الحاجه الثانيه طبعا الاستاذ خالد
رئيس مدير القناه الاستاذ خالد، الاستاذ ثروت فياض الغالي على قلبي، انا بقولها كده يعني على طول، اللي عايز يقول يقول، اللي عايز يقول يقول، انا الراجل ده انا بحبه جدا. لا هو يستحق صراحه كل التقدير والاحترام، استاذ ثروت حد محترم، مؤبته كويسه. الجندي المجهول في القناه معاويه. ايوه استاذ معاويه صح، يعني معاويه يعني سميح. الالقاب الجندي المجهول سماح طبعا على راسنا من فوق عشان خاطرك دكتوره. الحاجه الثانيه قبل ما اختم بقى ان شاء الله، تهنئه يعني انا عايزه اهنئ بقى كل الكاست معانا في الـ في الـ في البرنامج، رئيس التحرير طبعا هاجر محمد، هناء اشرف، الاعداد مريهان وليد، دعاء كزبه، هايدي الفقي، طبعا حد عزيز عليا جدا وبيعمل لي بوش دكتوره على طول في حياتي كلها، استاذه سمر صلاح. دكتوره حابه تقولي حاجه قبل ما نختم ولا خلاص كده كفايه؟ والله انا حابه اقول حاجات كتير بس عشان ما فيش وقت هقول حاجتين ثلاثه بس بسرعه كده. اولا طبعا مش هنرجع نقول نفس الكلام الاول اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول، التزم بيتك عشان اولادك وعشان صحتك وعشان بلدك. ثانيا يا ريت اللي عنده اي مساعدات لاي جار ليه يحاول بسرعه الايام دي قدم المساعده، لان الوقت بيجري وفي ناس قاعده من شغلها كتير ما بتشتغلش. مش هنقول 500 جنيه اخدوهم ونعتمد على ال 500، ال 500 دول يعني لو هو شد حيله شويه وجاب وجبه هيخلصوا. فقلوبنا على قلوب بعضنا رحمه، وكل ما زادت في قلوبنا الرحمه لبعض ربنا رحمنا ورفع عننا البلاء. فانا اتمنى من الله عز وجل ان احنا كلنا نبقى قلوبنا على قلوب بعض، مش بس ده حاجة وقتية، ده احنا هنطلع بيه من كورونا. يعني ده الدروس المستفادة من كورونا، مش بس ان احنا دلوقتي، لا هنطلع في حاجات كتير في حياتنا اتغيرت بعد جائحة كورونا، حاجات كتير فعلا هتكون اتغيرت في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عاداتنا وتقاليدنا. وان شاء الله بإذن الله الأيام دي تعدي وهتبقى ذكرى وهنقعد كلنا نضحك عليها ونحكي لأحفادنا ان شاء الله ان احنا كان عندنا حاجه زي كده وحبستنا في بيوتنا دكتورة بامر من الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، انا ليا فانوس عندك على الهواء. وانا كمان ليا فانوس عندك. انا بشكرك شكرا جزيلا. على فكره انا ما حدش جاب لي فانوس، فانا مش همشي من هنا لما اخد الفانوس ده. الفانوس ده ولا ده؟ اللي انتوا عايزينه. طيب استاذه يمنى برضو قبل ما اختم في كلمتين انا بقولهم على طول في اي برنامج انا بطلع فيه، خليك في بيتك علشان خليك في بيتك علشان بلدك، خليك في بيتك علشان اولادك، مصر باذن الله تستطيع. وهنرجع بعد رمضان وهتكون مصر استطاعت ان شاء الله وعدت الغمه دي على خير ان شاء الله. انتظرونا والقادم افضل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله.